نحن يعني ندين ونستنكر هالشيء هذا اللي عم يصير فينا. يعني كون هالدار الشهداء الدار الجرحى يعني هي مركز الحرية والنضال، يعني رغم هل صار فيهم يعني وهم مصابين وجرحى، شوف العدو التركي يعرف انه هم رغم هالشي هذا ما تركوا وطنهم ولسه عندهم حافز انه يدافعون شعبهم وحريتهم ووطنهم. يعني شوفي ضربها، يعني شوفي النقطه الحساسه ها، يعني اذا واحد ينتبه على هالشي هذا يعني حتى مصابيننا عدو لأردوغان العدو التركي. شوف يعني أنه عم يلاحظ هالشي هذا، يقول أطفالهم وكبارهم ونساهم وشيوخهم وحتى جرحاهم يعني يقدروا يوقفوا على حيلهم ويدافعوا عن وطنهم. يعني رغم هالشي هذا ما تركوا لا بلادهم ولا وطنهم ولا أرضهم ولا عرضهم. هم بدهم يصهرون هالشعب هذا. يعني شوف الاغتيالات اللي عم تصير وعم يضربون يعني النقط اللي يعني والبنية التحتية، يعني على الكهرباء على المية، يعني ايش عم يسوون حصار على هالشعب هذا. ورغم هالشي هذا شوفي انه يعني النقطة الحساسة انه هالشي عم يكدس يعني الشغلات غير أخلاقية. يعني ورغم هالشي هذا عم نشوفون إنه الدول كلهم صامتين على هالشي هذا ما عم يحكون. يعني المنظمات الإنسانية والحقوق الإنسان يعني صامتين ولا كأنه شيء عم يصير قدام عينهم وعم يشوفوا بعينهم هالشي هذا غير أخلاقي وعابر للقوانين الأخلاقية والحقوقية للإنسان. يعني زبيم يعني تشرحت عنا أف دولة تانية كسب مرأة لكارنا بي، يعني أف جبونا مثلا كردا قربك تنابك في تشتهاني، يعني حتى أنا عم قبوز هناكن أم يعني فان بلين دارانا برتاك جسمي خدا، يعني تخصت وان تنابك بس يعني أوجي بيشا ريمانك أم بوان خردبن أو بما خردبن، بس برا يعني تشكي أو تشتك بير درناك يعني تشقوا أو بكنك، يعني أم كرد بي أم حتى أم قاربن ام برينداري خورن ام شهيده خورن ام مالبات خورن او دخوازت تنبك ملت برتيبك تيبك وان قربك وان باجاري وان درخ، بس افتشتايا ابدا برا بي نفكرك انه او في تشتيق شي بك ام بيدنك بل ام بيدنك نامين بريندار جمرتين انه ديرو كمان و بشرية عمانة أوجي، يعني أف برينداران أجي يعني نا يعني هندكي يقولوا أو شخورد نار، يعني أراد بي بريندار جيت مقاومة ممتنة، بس أف برينداران أجي حتى أنا يعني أم الوان دينار أم بوان خورد بن أوجي يعني يعني تجاري بيدنك نمان حتى أف برينداران أجي ما تشد عويدك أف برينداران أراد شر داعش دقش بريندار بون دخوستن تبر ملتي خوادة يعني تشك بملتنا يه وأوجي تخوازي يعني فان أزيري شانا فقاريني يعني وق بري بك قشا قربك يا وق جني مال باتي شهيدة أو دايك خشك برا، يعني حتى أم قاربا أمي مقاومة بك ما برتاك إش كذبا خو داي وأم جدوفة ناقرن حتى أم سروكي خوش يرزقار بك